معنا مشاهدينا من عين عيسى مصطفى بالي، مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. سيد مصطفى، أهلا بك معنا. إلى أين وصل تقدم قوات سوريا الديمقراطية في الرقة حتى الآن؟ مرحبا بكم. بالفعل قواتنا تتقدم يوما بعد يوم لتحرير ما تبقى من مدينة الرقة واستكمال التحرير بشكل نهائي. كنا قد أعلنا قبل يومين أن الجبهتين الشرقية والغربية قد استطاعتا أن تفتح ثغرة وتتصل ببعضهما البعض وتضييق الخناق على المرتزقة داخل المدينة. طبعا هذا التقدم بطبيعة الحال يؤدي إلى ردود فعل عكسية أو حركة ردة فعل عكسية من قبل المرتزقة التنظيم الإرهابي، محاولة عرقلة قواتنا أو محاولة تشتيت القوى من خلال إشغال جبهات إضافية لإشغال القوات عن التقدم إلى داخل المدينة. على هذا الأساس كانت في اليومين الماضيين وخاصة منذ يوم أمس حتى الآن هجمات بالسيارات المفخخة التي تعاطى معنا قواتنا من خلال تفجيرها عن بعد، وكذلك الأحزمة الناسفة واستخدام الأنفاق. عموما المعارك العنيفة كانت اليوم في حي الروضة بالإضافة إلى حي الرقة القديم والهجوم على محور نزلة شحادة. السيارة المفخخة التي كان يقودها انتحاري ومعه مرتزق آخر يغطي ناريا عليه استطاعت أن تقترب إلى مسافة معينة من قواتنا واستطاعت قواتنا تفجيرها، لكن كانت هناك إصابات بين قواتنا، 4 مقاتلين أصيبوا بجراح. في المحاور الأخرى ما زالت المعارك مستمرة وبشكل عنيف وشرس. أعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تطورات ملحوظة لانتقال المعارك إلى داخل عمق المدينة. نعم. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. حدثنا من عين عيسى مصطفى بالي، مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.